الله الله، مالك يا غزال؟ غزال اتكسر ومال ولا ايه؟ بس كده يا رحمك. لسه احرق دوائي. معلش معلش، انا جايب لك لقمه. ايه بقى ترمي بيها عضل؟ بطلي بقى جو النكد والعياط ده. حبه لحمه راس مربطوني يا خلوص. معلش، كلاب السكك ياما، وبعدين برزرز اللي نفسه في العسل يستحمل قرص نحله بقى ولا ايه؟ ولا حتى اخدوا ما شاء الله اللي كانت في رقبتي. خدوا ما شاء الله؟ مش هتهنوا بيها، الحرام ما بيدومش. اساليني انا. بقول لك ايه، ارزعينا بقى اتنين ابو نعناع كده يساعدونا في هضم الاكله دي. يلا. انا مش نازله شغل تاني. صح، عندك حق ومليون صح، بس الجملة دي ناقصها كمالة. كمالة؟ كمالة ايه؟ هقول لك انا بقى يا اختي، انت مش نازلة الشغل تاني لوحدك، ورجلي على رجلك. يا اخويا ما تكتب فيا ثواب وتشغلني في اي بيت من البيوت. شغل البيوت انضف واحسن، اهم اربع حيطان يلموا لحمي من كلاب السكك الشمامة. يا غايبة، غايبة والله. الشقة اللي بتتكلمي عليها دي الحكومة معاها مفاتيحها، اول ما بتزنقوا يفتحوا ويقشلوا فيها ويعملوا الليلة. انما شغل السريحة بتاعنا ده، صلاة النبي، ده اعمال حرة بصحيح. ولا تبقي مجبورة المعلمة ولا تبقي تحت عين حكومة. ما ترزعينا بقى ابو نعناع. ما تيجي ناكل لحمة الراس قبل ما تبرد. انا بقول كده برضه.